بسم الله الرحمن الرحيم. عالم النمل عالم يشبه البشر تماما أيها الأحبة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اليوم سأتأمل معكم العبودية في عالم النمل. النمل يستعبد أيها الأحبة مثل البشر، سبحان الله. لدينا مجموعة من الدراسات نريد أن نطلع عليها لنكتشف أن كل شيء في هذا الكون منظم، وأن عالم النمل عالم منظم جدا وليس عشوائيا أو جاء نتيجة مصادفات عشوائية كما يدعي بعض الملحدين. انظروا أيها الأحبة، عالم النمل عالم عجيب، والحقيقة الله أودع فيه آيات لنزداد إيمانا، لنزداد يقينا بصدق لقاء الله عز وجل. النمل أيها الأحبة يقوم بغزوات، هذا من أغرب الأشياء التي فعلا أنا شاهدتها في عالم النمل. في هذه الغزوات يأخذ بعض العبيد طبعا، والحقيقة يعني يستعبد هذه النملات. فالنمل الذي يغزو يحاول أن يدب الرعب في قلوب النملات المستعبدة مثل البشر. يعني لا يأتي فجأة، بل يحاول أن يقوم ببعض الأعمال ليثير الرعب، ليستسلم أو لتستسلم هذه النملات التي ستصبح يعني من العبيد فيما بعد. النمل المستعبد يقوم بثورات من أجل الحرية. أيضا الثورة موجودة في عالم النمل، سبحان الله، مثل البشر تماما. هذا النمل الثائر يقاتل النمل الغازي وأحيانا يستسلم. النملات الغازية تقوم بإخراج النمل من الأعشاش أو قتله، ثم تأخذ اليرقات. هي لا تأخذ الكبار، سبحان الله، من الذي علم النملة هذا السلوك الذكي؟ لأن تربية النملة الكبيرة صعب، هي تقتل النملات الكبيرات وتستحوذ على اليرقات التي لا زالت في مرحلة اليرقة، لم تصبح نملة بعد. فتأخذ هذه اليرقات وتجعلها تنمو في أعشاشها، فيعتقد النمل المولود حديثا أن ملكة النمل تخصهم هم، فيدافعون عنها. يعني ال 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 يعني تماما مثل إنسان يأخذ طفل ويربيه فيعتقد أن هذا الشخص هو والده. فهنا تجد أن هؤلاء العبيد من النمل يدافعون عن أسيادهم، وهكذا يستطيع النمل المعتدي أن يخدع النمل المستعبد، فيعني يسخره لخدمته، سبحان الله. طبعا أيها الأحبة، يعني هنا لدي صورة لنملة تستعبد نملة أخرى وتضخ عليها بعض المواد السامة لتقتلها. هناك جامعة غربية قامت بدراسة حقيقة في ألمانيا حول ما يسمى بالحرب الكيميائية عند النمل. لاحظت أخي الحبيب، أنت ألم تسمع بالأسلحة الكيميائية الفتاكة التي تقتل أعداد هائلة من البشر في زمن قليل؟ النمل يستخدم أسلحة كيميائية. يقول العلماء إن النمل مثله مثل جميع الحشرات، هو حشرة اجتماعية،
والنمل يمتلك غدد لإطلاق أو إفراز هذه المواد الكيميائية، ولكن تستخدمها أحيانا في التواصل مع بعضها، للتعرف على الطريق، للتعرف على الفريسة، للتعرف على الغذاء، في خلال حياتها أثناء تكاثرها، أثناء بناء المنازل تستخدم هذه المواد الكيميائية للتنسيق بين النملات. يعني أحيانا مليون نملة يتواصلون مع بعض لبناء مستعمرة أو بناء مسكن، وبالتالي يحتاجون لهذه المواد. طبعا هذه المواد تفرزها النملات بهدف التواصل. وطبعا النمل يستخدم هذه الغدد أيضا للتلاعب بالمدافعين المضيفين ودفعهم إلى مهاجمة بعضهم البعض بدلا من القتال ضد من استعبدهم. يعني منتهى الذكاء فعلا، سلوك ذكي جدا، أن النملة السيدة التي استعبدت هؤلاء العبيد أصبحوا عبيدا لديها، هؤلاء سيقومون بثورات من أجل ماذا؟ من أجل أن يتخلصوا من الأسياد. ولكن هؤلاء الأسياد يفرزون بعض المواد الكيميائية، وهذا الأمر لا يزال يعني محيرا للعلماء. كيف تتمكن هذه النملة السيدة من إثارة الفتن بين النملات العبيد، فتجعل هذه النملة السيدة العبيد يتقاتلون من أجل ماذا؟ لإضعافهم وسهولة السيطرة عليهم. طب هذا يحدث في عالم البشر، سبحان الله. يعني من الأشياء الغريبة جدا، سبحان الله. كذلك يقول العلماء إن النمل يتمتع بقدرة كبيرة على اتخاذ قرار الحرب وكذلك قرار الانسحاب حسب قوة العدو، يعني لديه تقييم. طيب نحن نتعامل مع كائن ذكي جدا، يتخذ قرارات حكيمة، يستعبد، يثير الفتن بين العبيد لإضعافهم وسهولة السيطرة عليهم. طب هذا سلوك بشري. لذلك هنا أنا لا أستطيع أن أكمل قبل أن أتذكر معكم الآية الكريمة. انظر دقة القرآن أخي الحبيب، وما من دابة في الأرض، النمل هو دواب يدب على الأرض، الدابة هي كل ما يمشي على الأرض، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. لماذا يحشرون؟ لأنهم سيسألون، من يعتدي سيسأل، لا يوجد شيء عبثا في الكون أيها الأحبة، سبحان الله. وبالتالي يعني هنا يعني أسرار كثيرة لا تزال مجهولة في عالم النمل. يعني النمل لديه أساليب في الحرب لخداع العدو تماما مثل البشر، كما أن البشر يستخدمون أساليب لخداع العدو وإخضاع العبيد أو من يستعبدونهم أحيانا من الشعوب، يرسمون الخطط. النمل كل هذا يقوم به، وطبعا ولكن النمل يقوم بهذا العمل منذ ملايين السنين قبل الإنسان. يعني النمل، نحن نعلم أن هناك متحجرات للنمل، عرضنا ذات مرة صورة لنملة متحجرة عمرها 50 مليون سنة. يعني النمل موجود قبل عشرات الملايين من السنين ويمارس هذا العمل، سبحان الله. من الذي علمه؟ أين جاء بهذه الخطط؟ طبعا هذه الدراسة أنا وضعت المرجع هنا لمن أحب أن يطلع عليها. ثبت من خلالها أن النمل المستعبد يتمرد أحيانا، النمل المستعبد يتمرد
طبعا الصورة التي عرضناها تظهر النمل البرتقالي وهو عبيد يتمرد على أسياده من النمل الأسود، وانظروا هذه الصورة كيف أن النملة البرتقالية تقاتل النمل الأسود. النملات السود هم الأسياد، هم المستعبدون، ولكن النملة هذه من شدة الضغط عليها تتمرد، لأنهم يجوعونها ويحملونها أعمالا لا تطيقها فيحدث هذا التمرد. سبحان الله، يعني تماما مثل البشر. وبالتالي أنا هنا لابد أن أتساءل معكم أيها الأحبة، ألا يستحق هذا المخلوق أن ينزل الله سورة تحمل اسمه، سورة النمل في القرآن؟ هذا المجتمع أيها الأحبة مجتمع عجيب جدا وغريب، مجتمع الحقيقة يعني لا يقل أهمية عن البشر، يخترع ويرسم الخطط ويتخذ قرارات ويخرج أجيالا ويبني مساكن، ولديه أنظمة اتصال متطورة مع بعضه أشبه بتقنية الاتصالات الذكية، ولديه كل ما لدى الإنسان إلا أنه مختلف، مخلوق آخر. سبحان الله، الإنسان الله كرمه وجعله مكرما، كرمه بالأخلاق، كرمه بالصبر، كرمه بالخلق الحسن، كرمه بالعبادات، كرمه بطاعة الله عز وجل، بينما هذه الكائنات كائنات صحيح كائنات بدائية، ولكنها أيضا أمم أمثالنا. وهنا أيها الأحبة طبعا هذا هو المرجع الذي اعتمدت عليه في هذه الدراسة، لمن أحب أن يطلع عليه ألخص هذا البحث أيها الأحبة بكلمات قليلة. انظروا أحبتي في الله، كل شيء في الكون له حكمة. العلماء لم يكشفوا من أسرار هذه الكائنات إلا ذرة، أسرار كثيرة من حولنا. لماذا وضعها الله؟ لماذا سخر هؤلاء العلماء لاكتشاف هذه الأسرار؟ وجعلني أنا كمؤمن أرى هذه العجائب؟ ببساطة لأقول الحمد لله، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الملحد يقول هذه الصدفة، هذا من صنع الطبيعة، ولكن المؤمن يعرف أن هذه آية من آيات الله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.